السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. هذا الفيديو راح يكون هو فقط للتوضيح خطة العمل التي نسير عليها إن شاء الله في مجال الداتا ساينس باستخدام لغة البايثون. بالبداية، الداتا ساينس اللي هو علم البيانات هو علم كبير جدا ومهم جدا، والآن العالم بحاجة إلى ملايين المختصين بهذا المجال. الغاية من عنده هو أخذ كميات كبيرة من المعلومات أو البيانات وتحويلها إلى قيمة حقيقية للشركات والمؤسسات والأفراد بصورة عامة. لغة بايثون تعتبر هي واحدة من اللغات الرئيسية الاثنين اللي تشتغل في هذا المجال، لغة آر ولغة البايثون، اثنين هن يعني من اللغات الرئيسية في هذا المجال. احنا بدأنا سابقا بكورس بايثون اللي هو كان عبارة عن شرح لكورس مقدم من جامعة ميشيغان الأمريكية، وكان يتحدث فقط عن أساسيات البايثون. أما الآن فبدأنا إن شاء الله مرة أخرى للحديث عن بايثون المختصة بعلم البيانات. الخطوات اللي راح نمشي عليها إن شاء الله في الكورس، بالبداية لازم نعرف أنه نجاوب على هذا السؤال: ليش احنا اختارنا أنه نشتغل بالبايثون؟ لأن مثل ما ذكرنا، هي بايثون من اللغات الرئيسية في علم البيانات. كيف ستفيدنا البايثون؟ ستفيدنا البايثون لأنه هي لغة تعلمها سهل وسريع، وكذلك تحتوي على الكثير من المكتبات المفيدة لعلم البيانات والتعامل مع المصفوفات والأحجام الكبيرة من البيانات. هذه الخطوة الأولى اللي راح نمشي بها في هذا المسار. الخطوة الثانية اللي هي تنصيب الأناكوندا، اللي هي بالفعل احنا تحدثنا عنها في الدرس 19 و20. بعد ذلك يعني تعرفنا طبعا على واجهة أناكوندا والتطبيقات الأخرى المرافقة لها. الخطوة الثانية أو الثالثة، لأنه احنا بدينا هنا 0 ثم ستيب 1 ستيب 2، هنا راح نتعرف على أساسيات البايثون، واللي هي بالفعل احنا تحدثنا عنها: الليست، التابلز، الديكشنريز، الديكشنري كومبرهنشن وغيرها من الامور الاخرى، وحل تطبيقات البايثون البسيطه. وهذه ايضا تحدثنا عنها بالدروس اللي هي بدات من تقريبا من الدرس رقم 1 الى درس رقم 19. هنا ينتهي عندنا البيجنر ليفل كومبليتس، هذا هنا ينتهي مستوى المبتدئين في لغه البايثون. بعد ذلك تحدثنا احنا عن الامور المتقدمه قليلا في البايثون، واللي هي التكست مايننج او الداتا مايننج في داخل البايثون، واللي هي كيفية البحث في داخل النصوص الخاصة بلغة بايثون. هذه أيضا تحدثنا عنها بال regular expressions اللي هي التعابير القياسية في الدرس 18 و19 من دورة البايثون المستمرة. بعدها يجب الدخول بال scientific libraries اللي هي المكتبات العلمية الخاصة ببايثون، اللي هي NumPy، SciPy، Matplotlib library، Pandas وغيرها من الأمور الأخرى. وهذه أيضا احنا بدأنا بها لحد الآن، تقريبا شرحنا 3 دروس خاصة بالNumPy، وبقية المكتبات الأخرى إن شاء الله قادمة في الطريق. أنا فقط حبيت أنه أوضح المسار اللي إحنا ماشيين عليه، ولحد الآن إحنا إن شاء الله في السير الرابعة لمعرفة المكتبات العلمية الخاصة لبايثون. بعد ذلك راح نتحدث عن الداتا فيجواليزيشن في البايثون، اللي هي كيفية رسم البيانات ومشاهدتها، لأنه التعامل مع أرقام جافة لا يساعدنا كثيرا في معرفة يعني نوعية البيانات واستخراج قيمة حقيقية من البيانات. طبعا راح نتحدث عن الداتا فيجواليزيشن اللي هي مشاهده البيانات ورسمها بطرق مختلفه. بعد هذا الخطوه راح نكمل الانترميديت ليفل، اللي هو راح يكون يعني المستوى المتوسط في البايثون لعلم البيانات. بعد ذلك طبعا راح نستمر ان شاء الله في اكمال الحديث عن الساي كيت ليرنينج، اللي هي المشين ليرنينج او يعني تعليم الماكينه، اللي هو ايضا جزء من الداتا ساينس وايضا باستخدام لغه البايثون. بعد ذلك راح نتحدث عن practice making a man perfect، طبعا يعني الكثير من التطبيقات الاخرى ان شاء الله راح يكون كثير من الامثله. بهذا نكون اكملنا الادفانسد ليفل. بعد ذلك راح نروح دايف ديب انتو ذا ديب ليرنينج، اللي هو التعليم العميق، اللي هو يعتبر واحد من احدث وابرز واهم الاختصاصات في علم البيانات او الذكاء الاصطناعي، وايضا باستخدام لغه البايثون. بعد ذلك راح نكون اكملنا الاكسبيرت ليفل كومبليتد، يعني مستوى الخبير. هذه ان شاء الله كلها راح نتحدث عنها بالتفصيل. طبعا ممكن يكون هناك تقطعات في الدورة، نعتذر من الأخوة والأخوات لأنهم مثل ما تعرفون أنا طالب ووقتي ليس ملكي، إلا أنه بصورة عامة مثل ما ذكرنا الخطوات بصورة عامة هي 8 steps. إحنا حاليا في الستيب الرابعة، فالأخوة اللي تواصلوا ويانا من البداية يعرفون أنه إحنا حاليا وصلنا للنمباي وشرح أساسياته. الأخوة اللي يحبون أنه يتواصلوا ويانا إن شاء الله راح يكون الرابط الخاص بالكورس موجود في الديسكربشن الخاص لهذا الفيديو. شكرا جزيلا ومع السلامة.